خلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن استعدادات الفريق من الناقد الرياضي الاستاذ محمد باهي. اهلا بيك، صباحك صباح الورد. صباح الخير وصباح خير عليكم جميعا، وان شاء الله كده يكون يوم جميل على مصر وعلى النادي الاهلي بشكل ان شاء الله طبعا. واحنا عايزين نعرف من حضرتك يعني استعدادات الفريق بشكل عام. وطبعا الاهلي يعني يمكن داخل هذه المباراه يعني تحت شعار كامل العدد بعد اصابه مصابيه وبعد تجهيز اللاعبين والقوى الضاربه عنده وعوده علي معلول بعد فتره غياب طويله. يمكن معظم العناصر الاساسيه موجوده، وان كان موسيماني يمكن هيفضل انه يدفع بتشكيل في شيء من الحذر شويه، واعتقد ان هو هيحاول ان هو يبقي على حسين الشحات ومجدي قفشه اللي هم يعني افضل ورقتين رابحتين بالنسبه له على دكه البدلاء، لحين يعني تسير الامور على ما يرام يعني زي ما بيقولوا. واعتقد ان التشكيل بالنسبه للاهلي وبالنسبه لفريق الترجي التونسي يعني زي الكتاب المفتوح بالنسبه لكلا الفريقين. يعني النادي الاهلي داخل وروحه عاليه جدا، يمكن مواجهاته مع الترجي التونسي بترجع كفة الأهلي تاريخيا ورقميا. طبعا الفرقتين اتقابلوا مع بعض قبل كده 20 مرة، النادي الأهلي كسب 8 مرات وتعادل 8 مرات، في حين ان الترجي كسب 4 مرات فقط. اعتقد ان الأنظار كلها بتتجه لهذه المباراة المهمة جدا جدا، وخصوصا في الملاعب التونسية تبقى الاجواء جاهزه تماما لاستضافه مثل هذا الحدث. كل الاجواء الانظار العربيه والافريقيه كلها بتتجه نحو ملعب رادس النهارده في مباراه. طب توقعاتك ايه يا فندم لمباراه النهارده؟ هو الحقيقه طبعا دي مباراه الذهاب يعتبر، ولسه في مباراه ثانيه ان شاء الله تبقى في القاهره. اعتقد ان النادي الاهلي جاهز تماما لهذه المباراه. اعتقد النادي الاهلي ده في المباراه في الاونه الاخيره خارج ملعبه بيبقى عامل حسابه كويس قوي. النادي الاهلي النهارده يعني اعتقد ان هو مش هيخسر المباراه لانه جاهز تماما، عامل اكتر من سيناريو في المباراه. يعني اعتقد ان التعادل هو ممكن يخيم على اجواء المباراه، في حين النادي الاهلي باذن الله ممكن يفوز في القاهره، يفوز بمحصله الفريق المباراتين يعني. طيب حضرتك يعني ابرز بقى الغائبين وابرز العائدين لصفوف الفريق مين؟ يعني هو الحقيقه يمكن بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش الا احمد بيكهام بس هو اللي غايب بالنسبه للنادي الاهلي، لانه حس بالاصابه في الفتره في الاونه الاخيره. يعني عوده اكرم توفيق في المركز ظهير الايمن بدل من محمد هاني، وطبعا ده ابرز الغائبين بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي مستقر جدا في التشكيل، يمكن محمد الشناوي طبعا على راس التشكيل موجود في التشكيل، بدر بانون من ابرز الموجودين، علي معلول ابرز العائدين والقوه ضربه بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي النهارده هيلعب في ثلاثه هاف ديفندر في وسط الملعب عشان يامن خطوطه بشكل كبير جدا، على راسهم طبعا ايلو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه. هيلعب بطاهر محمد طاهر بدل من حسين الشحات في الجبهه اليمنى، يعني يمكن محمد شريف طبعا راس حربه. فدي عصب النادي الاهلي المكون بالنسبه لتشكيله الفريق. بالنسبه للترجي التونسي طبعا كلنا عارفين حمدي النقاز اللي كان بيلعب في نادي الزمالك هيبقى موجود في تشكيله الترجي التونسي. المعز بن شرفيه طبعا من افضل حراس المرمى موجودة في افريقيا مع محمد الشناوي هيحرس مرمى الترجي. كمان خليل شمام برضو من العناصر القويه جدا اللي بيعتمد عليها الترجي بشكل كبير جدا، وانيس البدري طبعا في خط الهجوم من افضل الفرق من افضل اللعيبه اللي ممكن تشكل خطوره على النادي الاهلي، وكل ده طبعا بقياده معين الشعباني اللي هو المدير الفني للفريق اللي حافظ طبعا لعيبه الاهلي كويس قوي، حافظ لعيبته كمان. وبالنسبه طبعا هو يعتبر اصغر مدرب حصل على بطوله افريقيا في سن كان عنده 37 سنه، وهو مدرب قديم يعني مع الفرقه بقى له سنوات كثيره. فاعتقد ان المباراه يعني زي ما قلت لحضرتك كتاب مفتوح بالنسبه للفرقتين،
وعاملين حساب بعض، ولكن تبقى يبقى طبعا عنصر التوفيق بالنسبه للخطه اللي هيلعب بيها كل فريق، ينصر عنصر التوفيق كمان بالنسبه للعيبه وادائهم داخل الملعب النهارده. يعني بشكرك جدا الناقد الرياضي محمد باهي، ميرسي على المعلومات دي، وانا متحمسه جدا يا مها، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيشرفنا النهارده.